لاجونس هذه ديال التأمينات عندي معهم واحد المشكل ديال لاسيرونس. انا يا هل الوثائق ديالي ريزيليت واحد السيارة من شهر 8 بقاو تيماطلوا فيا من هاد الشهر الشهر الاخر الشهر الشهر الاخر حتى الشهر واحد. الشهر واحد قالوا لي احقر ما توصلناش بالريزيلياسيون، وملي رومبورساوني من شهر واحد، وانا ها هو الشيك باقي ما صرفتوش لان ما تهمنيش الفلوس، تتهمني التعامل ديال هاد الناس هادو، وباقي الان بغاو يديو لي 5 شهور. هذا غير مشكل من المشاكل اللي تنعانيو مع هاد ليزاسيرونس هادو. النهار الاول جيت لقيت ساهم شويه ولات اتلانتا، الوراق اللي عندي فيهم ماتيوس، لاجونس كاين في فاس، ملي ما بغاو يديروا معايا والو ولا تيهضروا معايا من فاس، انا اللي غادي نولي نمشي ونجيب الوثائق من هنا من الاداره الكبيره ديال لاسيرونس اللي كاينه في كازا، يعني انا وليت خدام عندهم كورتي. ها الشيك ها هو يا ما صرفتوش مخلصين ليا غير 4 شهور، وانا يا تنسالهم 10 شهور ومن شهر 8. احنا دابا في مارس، نص ديال مارس، وهذا المشكل ما بغاش يتحل وتيبقاو عليا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا. هذا راه غير مشكل بسيط من المشاكل اللي تتعيشوا الشركات ديال كراء السيارات. العام اللي فات كنا مسورين عند واحد الشركه ما تنقولوش الاسم ديالها باش ما نشهروش بهذاك، جاو حتى لاخر بيريود بقى 48 ساعه وقال لك حنا ما بقيناش نسوريو الكراء السيارات والطونوبيلات خارجين عند ماليهم. واش هاد الناس هادو بغاونا الا مات لينا شي واحد في يدينا نمشيو حنا للحبس؟ هادشي هذا راه خاص الناس المسؤولين يتدخلوا. وبالمناسبه هاد السيد هذا اللي فاس المدير ديال هاد لاجونس هادي اللي كاين فاس، والنهار الاول هما قالوا لي لاسيرونس كاينه هنا، ملي هضرت معاه وقلت له انا مهاجر ونقدر نوصل معك حتى لناصر بوريطا الوزير المكلف بالجاليه، قال لي فوتوا لهيه. واش هاد الناس هادو زعما باغين يديروا لنا المشاكل ما بغاوناش نخدموا؟ يعني تنطلب من الجهات المسؤوله يديروا معنا حل. هاد القطاع ديال لاسيرونس راه داير شي حوايج لا يحمد عقباها، وكنتمنى ان شاء الله تكون شي اذن صاغيه اللي تحل لنا هاد المشاكل. وواحد النقطه اخرى نسيتها، بالله هاد الشيك ديال رومبورسومون ديال هادوك لي 3 موا توصلت فيهم بمقهى ماشي حتى في لاجونس. الكورتي عيط ليا في قهوه وانا ما مسيني ليه على واش خديت هاد الشيك ولا لا، يعني باش تعرفوا المستوى ديال التعامل ديال لي زاسيرونس ديال اخر الزمان. اللي كرا شي محل ولا تيدير اسيرونس، الطلب ديالي يكون تدخل عاجل باش يسويو لينا الوضعيه ديال هاد الشركات ديال كراء السيارات، لانهم راه ولينا الخدامين على الاعصاب ديالنا، تنكريو السيارات للناس وتنوليو مشطونين مع الله يحفظ لا طرا شي حاجه، ولاسيرونس ما بروتيجياناش، لاسيرونس ما حاميناش، يعني تتعيط ليهم في اي وقت ما تيجاوبوكش. اون سيبوز كاع هاد الناس هادو طرات لهم شي حادثه وبغينا اللي غيجي يصور ولا التدخل ما تلقاوش لا ديباناج لا والو، بعد اولا ما تيجاوبونا حتى في التليفون.